توكل منطقة في أطراف قضاء المقدادية تعاني من دمار وخراب لعشرات الدور ومساحات كبيرة من البساتين احترقت وأصابها الهلاك، وينتظرون منذ سنوات التعويضات الغائبة عنهم رغم مناظر الدمار التي خلفتها عصابات داعش بعد سيطرتها على هذه المنطقة لمرتين، وما زالت بعيدة عن أنظار الحكومة وكأنها ليست على الخريطة حسب ما يؤكد أهلها. احنا من سكان قرية توكل اللي من 2007 طلعنا و2014 تأذينا، يعني نريد الناشد الدولة الناشد المسؤولين أهالي توكل هم من العراق من ديالة، لو ما أن دور إذا ما أن مكان نمشي حتى ونترك السالفة ونترك القرية. استمرت لها الهجمات من بداية القاعدة 2007 ودمرتها بالكامل، وعادت القرية في 2008 وبنت بيوتها ومدارسها، وأيضا رجع الإرهاب في وجه آخر وهو داعش أيضا دمرها بالكامل. حقيقة نطالب الحكومة في التعويضات إلى أهل القرية، كما ترون أنها دورها مفلشة بالكامل. فيما أكد عضو مجلس النواب العراقي بأن الحكومة في بغداد ووزارة المالية تنظر لمحافظة ديالى بنظرة قاصرة وضيقة، ولا يوجد اهتمام بتعويضات أهلها، وملف التعويضات يحسم مزاجيا. مع الأسف لحد هذه اللحظة الحكومة في بغداد ووزارة المالية تنظر إلى محافظة ديالى بنظرة قاصرة، بنظرة ضيقة، لا يوجد هناك اهتمام بوضع هذه محافظة ديالى بتعويضات هذه محافظة ديالى. أنا أعتقد أنه ملف التعويضات بدأ بالحسم، لكن مع الأسف بنفس الوقت يحسم مزاجيا لهذه الجهة أو تلك الجهة أو هذه المحافظة أو تلك المحافظة أو تلك محافظات أخرى. سنوات مرت ومناشدات مستمرة من قبل الأهالي بدون استجابة من قبل الحكومة، ولسان حالهم يقول متى تنصف عوائلنا ودورنا ونصبح مواطنين من الدرجة الأولى في المحافظة. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.